لم تمر بها عدن على الإطلاق. عدن كانت بالفعل عنوان المحبة، عنوان السلام الاجتماعي. يا للعجب أن نجد عدن في جزئية منها تجد هناك شرخا في هذا الوجه الجميل، شكل التوحش الغير مقبول والمرفوض. إن من أرادوا أن يفرضوا علينا مشاريعهم ونقل الشكل الظلامي من هذه المشاريع، نقول لهم إن عدن تطوع ولا تطوع. وبإذن الله تعالى ما أراه اليوم هو مصداقية لما نقوله دائما، إن عدن تطوع ولا تطوع. ومن هنا أرى هامات كبيرة بينكم، واعذروني من ذكر الأسماء، سواء كان من سيداتي القاضيات الأفاضل أو من سادة القضاة الأفاضل، الذي أنا دائما نقطة ضعفي الانحناء لكم القانونيين. هذا تعبير عن المشاعر الصادقة نحو القضاء والقانون. يجب أن تكون قدوة. نعم نعم، أن نشعر بكبرياء ومحبة في نفس الوقت، ولا نريد من القاضي إلا أن يكون إنسانا، لأن القاضي إذا ما تلبس القلب الحجري فأعتقد أن قيمة الظلام ومشروع الظلام سينتصر علينا. فليعلم الجميع أن دموعي دموع كبرياء واعتزاز وفرح، فكثيرا من دموع هي للحزن حقا، ولكن دموع اليوم هي دموع الفرح. عموما أعتقد أنه الحياة القضائية